ثانيا، علاقة المواطنة بالانتماء. الشعور بالانتساب والانتماء المعنوي والارتباط الوثيق بالوطن يدفع الأفراد إلى حس العمل فيه والرقي به إلى أعلى الدرجات والدفاع عنه والحفاظ عليه. ويتضمن الانتماء عددا من العناصر. أول هذه العناصر هو الالتزام، ويقصد به التزام جميع أطراف المواطنة المتمثلة في المواطن وفي المجتمع وفي الدولة التزاما نظاميا أو ذاتيا. وتطبيق هذا الالتزام الفعلي يتطلب إشراف ومتابعة سلطات مستقلة تلزم كل طرف للقيام بمهامه وأعماله. تختلف مسميات هذه السلطات من دولة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر. في المملكة العربية السعودية لدينا ثلاث سلطات. الأولى وهي السلطة التنظيمية التشريعية، وتتمثل في مجلس الوزراء ومجلس الشورى، حيث تختص هذه السلطة بوضع الأنظمة واللوائح. السلطة الثانية وهي السلطة التنفيذية، وهي التي يوكل لها وضع السياسة العامة للدولة واقتراح الأنظمة والقوانين لتنفيذ تلك السلطة. الثالثة وهي السلطة القضائية، وهي ممثلة في القضاء العادي المختص في النظر في جميع المنازعات والجرائم، والقضاء الإداري أو بما يعرف بديوان المظالم، وهو هيئة قضاء مستقلة مرتبطة بالملك مباشرة. الجوانب الرئيسية للالتزام. الجانب الأول، الالتزام من طرف المواطن تجاه وطنه، ومن ذلك التزام المواطن بالأنظمة والقوانين واحترام حريات الآخرين. ب، الالتزام بالصالح العام والحفاظ على البيئة. جيم، التمثيل الجيد للدولة والمجتمع والمحافظة على سمعته في كل الظروف والأوقات. دال، الالتزام بمفهومه الشامل، صور أخرى متعددة في جميع المجالات، منها تشجيع المنتج المحلي والادخار في القطاع المصرفي وحسن التصرف في الأزمات الاقتصادية وحالات الطوارئ الأخرى. الجانب الثاني وهو الالتزام من جانب الدولة تجاه المواطن. يقع على عاتق الدولة واجبات والتزامات يجب القيام بها سواء تجاه العقيدة أو الشعب أو الوطن. ومن صور ذلك، أولا تأمين الأمن الداخلي والخارجي، ثانيا الالتزام بتحقيق العدل والمساواة وسيادة القانون، ثالثا الالتزام بضرورة إشباع الحاجات الأساسية للمواطنين، رابعا الالتزام بحماية المواطن من الاستغلال والنصب والاحتيال وكافة سبل الابتزاز، خامسا تأمين الحريات بأنواعها للمواطن على ضوء ما تمليه العقيدة والقيم في جميع مجالات الحياة، سادسا الالتزام باعتماد مبدأ تكافؤ الفرص في جميع أنشطة الدولة بصوره.